كيفاش كتشوف لهاد التجربه ديال البنوك الاسلاميه اللي غادي تنقل؟ هي مزيانه في الحقيقه، الا كاينه بحال ما هكا راه مزيانه، احسن من هاد البنوك اللي كاينين دابا حاليا. ايوا ما نكذبش عليك، الا كانوا غادي يساعدوا الناس وغيساعدوا بحال دابا هاد المستخدمين اللي ما تيكونوش عندهم الاوراق، هذا راه مزيانه، غادي تكون مزيانه. اولا قبل من كل حاجه حنا دوله اسلاميه، والشعب المغربي مشبع بالروح الاسلاميه، وكاين الابناك جات هاد الابناك اللي تسموا الاسلاميه او التشاركيه في الوقت المناسب، وربما كاع جات متاخره لان الناس كينتظروها بفارغ الصبر في الحقيقه، لان غادي تسد واحد الفراغ كبير. اولا غادي تسد من ناحيه عقائديه، انه الابناك اللي موجوده الان كتعامل بوجهه نظر او بمصلحه تحقيق الربح كيف ما كان الربح وكيف ما كانت جميع الوسائل الحصول على الربح، وهي في العمق ديالها وفي الابعاد ديالها ربا، لان الناس الابناك مبنيين على قاعده او نظريات غربيه في تحقيق الربح مهما كان جميع الوسائل. بكل فرح طبعا، لان هي ما كايناش الربا وداك الشيء، حنا داك الشيء اللي باغيين. دابا تمشي دير شي دار ولا شي حاجه باش تشري ربا، وشريين كتولي ب 40 ولا ب 35. بنادم ما عندوش الامكانيات، هنا عندنا الامكانيات محدوده، راه بنادم كيصور واحد 100 درهم 200 درهم يا لا يتكافى مع هذا، ولا كانوا هذوك تساعدونا من مصلحتنا. هذه حاجه مهمه هذه البنوك الاسلاميه. حنا اصلا هذه البنوك الاسلاميه ما عارفين عليها والو، سامعين كاينين بنوك اسلاميه ما عارفين عليها، ما كاينش فيها لي زانتيغي ما عارفين عليها والو، خصنا نعرفوا بالضبط شنو هي الخدمات اللي غتقدم لنا هذه البنوك الاسلاميه، شنو بالضبط داكشي يكون بالتفصيل باش نفهموه ونمشيو كتب الله نزعموا حتى حنايا بحالنا بحال المواطنين الاخرين. هاد البنوك التشاركيه غادي يلقاو واحد الصدى كبير بدون شك من الشعب المغربي عامه، وحتى انا بالنسبه لي خاصه كنت في انتظار هاد الفرصه هذه باش يخرجوا للوجود الابناك التشاركيه او البنك الاسلامي ما يسمى بالبنك الاسلامي. عرفت على شي حاجه كثير كتعرف عليها مزيانه ونتعامل معها، انه في صالح المسلمين في صالح الايمان، ثم ان بعض الشركات اخرى انها تاخذ ذاك بالفائده مثلا في القروض السكن او قروض تاتيت المنازل فقط. اما البنوك الاسلاميه التي تعاملت معنا اسلاميا فنحبدها نعمه، هذا لك المعامل لك العمل قائم بذاته، وشكرا لكم. ابناك عاديين تياخذوا الفائده، وهادو مازال ما جربناهم. التجربه غي طبعا غيكون لها تنويع على مستوى الخدمات التي ستقدم الى المواطنين، يعني كما هو معلوم هي تجربه كانت في دول اخرى ربما ستكون ناجحه ان شاء الله. لا تنفضل الابناك العاديه تعامل معها. سبق لي تعاملت معها، بقيت الناس طيبين مزيانين في المعامله ديالهم صراحه.